صدقوا شو صار معي بس كان بيي بالمستشفى. كنا بغرفة مع 6 ختيارة، ما في حدا يدافع عنا. هي كتير موجوعة وهيدا شي طبيعي مش عم تتسلى. فدقت الجرس تجي الممرضة. ما اجى حدا لبعد شي 15 دقيقة، يعني كانت كتير انوجعت بهيدا الوقت. بتطلع علينا ممرضة ضخمة طويلة مع عوينات نزلين عيونها، وبتصرخ بأعلى صوتها مع أصبع مرفوع بوجنا: مين دق على الجرس؟ هلأ بدي أعرف. خافت كتير المسكينة وما ردت. رديت أنا وقلت: شو بتفرق مين دق؟ شوفي شو بدنا إذا بتسمحي. ست المسكينة ميت وجع، عطيها دواء وما تعيط كتير. بتقوم بتقلي وبكل وقاحة: ايه إلى أشهر هيك. وفلت من الأوضة. خبرت المسؤول عن الطابق عن هيدي القصة وإنه ما عم بتحمم المرضى بس شكله فاسد مثله. بقى بدل ما ياخد التدابير اللازمة أكيد خبرها، ورجعت مرة تانية تعيط. هون عصبت أنا وقلت له: لهيئة أنت بدك تعمل مشكل، ما تعتلي هم، رح توصل الخبرية الإدارة. كل ما أحكي حدا من بين الموصفين يلي بيشتغلوا معه يصيروا يهزوا براسهم من القهر، وطلع أنه كلهم متحملين إلا التهذيبة بس ما فيهم يعملوا شي. قالوا لنا: هيدا عامل قصص كتير والكل عم بيسكت له، حطوا بصندوق الشكاوى كل يلي صار، بركي حدا بيهذبها. هيك صار وتشكينا. اتصلوا فينا من كم يوم ووعدونا انه يعملوا اللازم. بطلب من الله انه يكون وعدهم مزبوط، لانه مش بس هالمريض دافع مصاري تيتحكم، بس كمان موجوع ومسكين وبحاجه لناس تساعده وتحس بوجعه، خصوصي بس يكون حدا كبير بالعمر وضعيف بكف الوجع يلي حامله. وين كرامه العالم والاخلاق؟ يا ريت كل موظف بيعرف شغله وبنفسه بضمير.